النظام الامريكي في الدراسه بتقدر تختار المواد بس تجيب نقط. ففي ممكن تاخد كده حاجات على خفيف، وفي ماده التصوير السينمائي وماده الكذا. اذا انت عاوز تاخد يعني توجيهيه خفيفه كده ظريفه واجيب مجموعه وخلاص، ولا عاوز نتعلم؟ قلت لا، عاوزك تتعلمي شيء. ايوه كده. انا بنتين انا بتباهى ان اللي هم اتعلموه التوجيهيه مش الجامعه. هو الظاهر فيما يبدو من مما يعرض امامنا من صور سعاده سفير انه المستريال او شاكت خلاص.